أصدرت محكمة تحقيق الكرخة الثانية في بغداد قرار برفع الحصانة عن النائب أحمد الجبوري أبو مازن بسبب استخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة أو في دائرة الصحة في صلاح الدين دون موافقة الوزارة. خلونا نشوف صورة لأبو مازن. هذه صورة لأبو مازن، وهسه طبعا كان الموضوع ترند بتويتر. خلونا نشوف شنو الناس غردت عن أبو مازن. شوف أولى تغريدات: أبو مازن سرق موازنات محافظته وأنفق جزء منها على مجموعة من المنتفعين ليهتفوا باسمه ليلا ونهارا. هؤلاء لا ألومهم كونهم يعتاشون على الفتات الذي يرميه لهم هذا السارق الكبير. ما أستغرب منه هو سكوت الأغلبية ممن سرق موازنات محافظاتهم وحرموهم من الخدمات والمشاريع وحتى المستشفيات وإلى آخره. وظاهر الناس هواية محرومة من هواية تفاصيل فدا يعددون جزء بسيط. ننتقل لتغريدة أخرى: هيئة النزاهة صايرة مثل سيارة المطافي، من يدفعهم البيت يلا توصل. رافع الحصانة عن النايب أحمد الجبوري، طبعا على لسانه هو النائب ها، بس على لسانه عن النايب أحمد الجبوري بعد ما طفر إلى دبي. معقولة؟ شوف تغريدة أخرى. فكانت آخر تغريدة لهذا الموضوع تنبيه: رغم رفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الجبوري أبو مازن، لكنني متيقن أن أبو مازن فوق القانون وهو من الخطوط الحمراء وسيتم التحقيق معه بصورة شكلية ويعود إلى صلاح الدين ويهتفون له بالروح بالدم. نفديك يا زعيم.